كونسيرنون هاد الاليه هادي اليه ديال القياس ديال الامواج ديال العلو ديال ارتفاع ديال الامواج ديال البحر، العلو الاقصى والعلو الادنى والانخفاض الادنى ديال البحر. هادي فاش كتفيد؟ كتفيد في الحركه عبور ديال السفن اللي غيدخلوا للميناء ولا اللي غيخرجوا من الميناء. فيها واحد الرادار اللي كتعطيك العلو ديال البحر والانخفاض ديال البحر، كيمشي بواحد لو سيستيم ريزو الاداره باش يعرفوا البحر واش طالع بزاف ولا هابط بزاف، فهمتي؟ كما كنقول للناس ديال البحر الهول ديال البحر العلو، الموجه ملي كطلع والموجه ملي كتهبط. هذه الاله كتاخذ دوك المعلومات كتصيفطهم لواحد المركز ديال المراقبه، هذاك المركز ديال المراقبه على هذوك المعلومات كيبني باش يعطي المعلومات للسفن اللي غادي تدخل واللي غادي تخرج، او التي غننتظر شويه لان كاين واحد العلو ديال البحر طالع ولا منخفض. وثاني السفينه الا غتخرج تقول لا ما يمكنش تخرج اليوم لان كاين كذا، كاين العلو كاين هذا، وعلى حساب ثاني الحموله ديال السفينه وكذا وكذا، على حساب الحاله ديال البحر. هذه بحال قلتي بحال الترمومتر، هذاك الترمومتر ديال الحراره كنشدوه كنديرو على البنادم كنعطينا واش السخونيه طالعه ولا السخونيه هابطه. غير هذه متخصصه في الماء، في هذا المجال اللي قلت لك، راس الامواج والعلو والانخفاض ديالها، فهمتي؟ واحد الرادار اللي كيصيفط معلومات للمركز ديال تحليل البيانات باش يعطيو المعلومات المناسبه للسكون باش يدخلوا ولا يخرجوا. فيها جي بي اس هادو الواح ديال فيها، هذه المكونات ديالها راه ماشي كيما قالوا الناس خان الاولى طاحت من المريخ ما عرفت شنو هو، شي حاجه بسيطه راه فيها لتنوير الراي العام. هذه واحد الاله كيف ما كنقولوا كتقصد الارتفاع والانخفاض ديال الامواج ديال البحر. المكونات الاساسيه ديالها فيها الواح ديال الطاقه الشمسيه، الناس اللي في الدومين ديال الالكتريسيتي الواح ديال الطاقه الشمسيه اللي هما هادو، هاد الالواح هادو كيقوموا بالشحن ديال واحد الباتريات راه كاينين لداخل ما باينينش، وهادوك الباتريات هما اللي كيعطيو الطاقة الكهربائية لهاد لي سيستيم ديال الرادار وتحليل البيانات اللي كتمشي للمركز. هادشي علاش كتحتوي هاد الآلة هادي، يعني راه ماشي قنبولة، ماشي طيارة طاحت من السماء، ماشي المهم لتنوير الرأي العام، ماشي جسم غريب بالنسبة للناس اللي ماشي في التخصص. كإنسان ومواطن عادي راه جسم غريب، داكشي اللي كيشوف في الأفلام طاحت من السماء كرة كذا فيها باتمان فيها ما نعرف شنو هذاك الشيء راه تخربيق. هذه اله علميه كتعبر لينا الارتفاع والانخفاض ديال مستوى البحر، حاله البحر بصفه عامه، وكتجد لينا هذوك المعلومات فيها واحد الطاقه الشمسيه والباتريات وداك الشيء اللي كيعطي الضوء لذوك الالات، والجي بي اس كيشد هذوك المعلومات وكيصيفطهم لينا للمركز. انا راه ماشي خدام في هذه الاداره، هذه غير معلومات اللي حاولت على تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.